البطرك المذبوح بطرك اللي استحمله في 8 سنين مفيش بطرك يستحمله في 50 سنة. بص في عينيه بجد، منظر عينيه بيقول ان ده حد باكي كتير قوي، ربنا معاه بجد. دورت كتير على اقرب وصف اقدر اوصف بيه قداسة البابا تواضروس، ما لقيتش غير ان اقول عليه البطرك المذبوح، البطرك اللي كل يوم بيموت من جواه، وعلى الرغم من كل ده مازال بيقدم حب لسه، كل يوم بيتشتم ويتهان ولسه بيقدم حب. اتشكك في ايمانه وارثوذكسيته من اقرب الاقرباء وهو مصمم ما يتنزلش عن الحب. انا بسميه فعلا ديوسقورس القرن العشرين، لان اتشكك في ارثوذكسيه البابا ديوسقورس لانه اتفهم غلط، لكن كان ارثوذكسي صميم قوي حافظ على الايمان القوي المستقيم. هكذا قدس البابا تواضروس بيتفهم غلط في مواقف كتير عن دون وعي من بعض اشخاص قليلين جدا بيفهموا مواقف كتيرة بيفهموها مجرد فهم خطأ. فعلا بسميه ديوسقورس القرن العشرين، كل يوم بيدبح حقيقي من جواه وبيخرج للناس صامد قوي محب. من يوم جلوسه على الكرسي المرقصي ما شافش غير كل تعب وإهانة وتجريح، وبرضه لسه صامد محب لكل الأولاده. البطرك المذبوح، بطرك اللي استحمله في 8 سنين مفيش بطرك يستحمله في 50 سنة. بص في عينيه بجد، منظر عينيه بيقول ان ده حد باكي كتير قوي، ربنا معاه بجد.